اهلا بكم كل متابعي الكرام. الفيديو اللي معانا النهارده هنتكلم فيه عن درية احمد تزوجت محمود المليجي في السر واجبرته زوجته علوية جميل على طلاقها، وهنعرف ايه التفاصيل وايه سبب طردها من فرقة اسماعيل ياسين، وهنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن حياتها الفنية وكمان حياتها الشخصية. تفاصيل كتير جدا هنعرفها عن ابنتها الفنانة الجميلة المحبوبة الفنانة سهير رمزي، وليه اعتزلت، وهنعرف تفاصيل كتيرة معانا في الفيديو. بس قبل ما نبدأ التفاصيل وقبل ما نبدأ الفيديو، نرجو ان انتوا تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وكمان نفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. فنانة درية احمد تركت بصمة بأدوارها في السينما المصرية، فهي فنانة مشهورة وام فنانة مشهورة كمان، ضحت بفنها من اجل الفنانة سهير رمزي. ولدت درية أحمد والدة الفنانة سهير رمزي في 24 ديسمبر عام 1923، واسمها الحقيقي حكمة أحمد حسين. هي من أصول بدوية، وهي ممثلة ومغنية مصرية لمعت في دور بنت البلد، وكمان عملت في أفلام عديدة قبل أن تعتزل، وقامت ببطولة العديد من الأفلام ومنها الناس، مقامات، وكمان كليوباترا والطائشة، والعديد من الأعمال والأدوار المميزة التي جسدتها، وتركت بصمة في السينما المصرية والمسرح كمان، وكانت بتعشق الغناء، وتميزت بصوتها العذب منذ أيام طفولتها، واللي اكتشفها كان مدرس الموسيقى في مرحلة الابتدائي وأعجب بأدائها، وكانت انطلاقة الأولى للفنانة درية أحمد، وكان شجعها المدرس على خوض الحياة الفنية والتمثيل والغناء كمان. وبدأت مسيرتها وحياتها الفنية من في عام 1941، لما قدمها الملحن كارم محمود والمطرب محمد فوزي لامتحان المطربين بالإذاعة، ونجحت في إقناع لجنة التحكيم بموهبتها، وبدأت في الغناء بعدها على طول، وتزوجت من المؤلف والمخرج السيد زيادة، كما رشحها للدور في فيلم ابن الصحراء، ويعد أول تجربة ليها في السينما المصرية بالاشتراك مع الفنانة إحسان الجزائري في عام 1942، وشاركت بالغناء والتمثيل كمان. وانتقلت إلى محطة الشهرة من خلال فيلم مغامرات خضرة في عام 1950 بالاشتراك مع النجم كمال الشناوي، وكمان اشتهرت في هذا الدور. وبعد كده انضمت لفرقة إسماعيل ياسين وشاركت في بطولة العديد من المسرحيات زي أنا عايزة مليونير ودرية، وكان عام 1967، وكان آخر أفلامها مع الممثلة سعاد مكاوي في فيلم غزية من صنباط. وتزوجت الفنانة درية أحمد سرا من الفنان محمود المليجي، لكن زوجته الفنانة علوية جميل أجبرته على طلاقها وطردها كمان إسماعيل ياسين من فرقته، واحتراما لعلوية جميل. واعتزلت الفنانة درية أحمد الفن في عز شهرتها، وذلك للتفرغ لابنتها الفنانة سهير رمزي، واحتفت بالشهرة اللي عملتها وحققتها، وكمان نالت سهير حظ عظيم يكاد يفوق حظ والدتها بعدما صعدت درجة المجد والنجومية في السينما المصرية. وفي أوائل التسعينيات مرضت الفنانة درية أحمد، وقررت الفنانة سهير رمزي إن هي تعتزل الفن، وده بناء على رغبة والدتها الفنانة درية أحمد حتى تستطيع رعايتها بسبب مرضها في أيامها الأخيرة، وتوفت سريعا بعد صراع طويل مع المرض عقب إجراء عملية دقيقة بالمخ في العاصمة الفرنسية باريس، ورحلت عن عالمنا في 3 إبريل عام 2003 عن عمر يناهز 80 عاما، تاركة بصمة قوية في السينما المصرية باسمها واسم نجلتها الفنانة سهير رمزي، رحم الله الفنانة القديرة درية أحمد. أما عن سبب إخفاء الفنانة درية أحمد عن ابنتها الفنانة سهير رمزي من هو والدها الحقيقي 13 عام،
فانفصلت درية أحمد عن زوجها الثاني وهي حامل في ابنتها الفنانة سهير رمزي، ثم تزوجت من المنتج السيد زيادة وحرص على رعاية سهير رمزي والتي لم تكن تدري بأنه ليس والدها، حتى أصبحت في 13 عام من عمرها فصلت والدتها عنه وعادت لنوح والدها الحقيقي حتى انتهى زواجها بعد عام واحد.